شكرا منا الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت غرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان زياره الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان تاتي في اطار العمل على تعزيز علاقات التعاون المشتركه وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الطاجيكي اكد الرئيس السيسي ان العلاقات بين مصر وطاجيكستان شهدت تناميا خلال الاعوام الماضيه كما أشار الرئيس السيسي إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأوضح الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على حشد جهود المجتمع الدولي لإنجاح قمة المناخ المقبلة كوب 27 في شرم الشيخ من جانبه اكد رئيس طاجكستان امام علي رحمان ان التعاون الثنائي المثمر سيخدم مصالح كلا البلدين مشيرا الى انه تم التواصل لتوافقات مهمه وانه تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات عده خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومه اشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الي انعقاد الاجتماع الاول للجنه اداره تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه التي ستكون اجتماعاتها بصفه دوريه واوضح مدبولي ان هذه اللجنه تهدف الى مراجعه موقف توافر السلع وحركه الاسواق المحليه لافتا الى انه تم التوافق مع مسؤولي الغرف التجاريه على ان تكون هناك اسعار استرشاديه عادله للسلع كما اشار مدبولي الى اجتماع مجلس المحافظين الذي اكد خلاله الى ان الحكومه تركز في هذه الفتره على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على التصدي لاي ممارسات غير مقبوله تتعلق باحتكار او اخفاء اي سلع او فرض زياده غير مبرره على اسعار بعض السلع في ظل هذه الازمه الحاليه يعقد مجلس الامن الدولي اليوم جلسه طارئه بطلب من روسيا للبحث في ملف الاسلحه البيولوجيه التي تؤكد موسكو ان اوكرانيا تصنعها بدعم من الولايات المتحده وتتهم روسيا حكومه كييف بانها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في اوكرانيا بهدف انتاج اسلحه بيولوجيه وهو الامر الذي نافته العاصمتان ومن جانبها ألمحت الولايات المتحدة إلى أن موسكو ربما تكون تمهد لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القوات الروسية بمنع إجلاء مدنيين من مدينتي ماريوبول وفونوفاك وبقصف طريق كان يفترض أن يكون ممرا إنسانيا آمنا في ماريوبول ومن جهة أخرى أشار زيلينسكي خلال مقطع مصور إلى أن نحو مائة ألف شخص غادروا مدنا أوكرانية عبر ممرات إنسانية بينهم أربعون ألفا تم إجلاؤهم الخميس <applause> اعلنت وزاره الصحه والسكان خروج 641 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعايه الطبيه اللازمه وتمام شفائهم ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 42498 حاله واشارت الوزاره في بيانها اليومي الي تسجيل 861 حاله جديده ثبتت ايجابيه تحليلها للفيروس ومتحوراته لافته الي وفاه اثنتي عشره حاله جديده سجل بارو الصين الرئيسي أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أول تفشي محلي للمرض في مطلع 2020 ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 112,940 حالة هذا ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة بالفيروس لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند أربعة ألاف 4636 حالة أما رياضياً فيستضيف الزمالك اليوم الوداد الرياضي المغربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بينما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد ست نقاط وبفارق نقطة واحدة عن باترو أتلتكو الأنجولي المتصدر فيما يحتل فريق ساجرادا الأنجولي المركز الرابع والأخير بالمجموعة بنقطة واحدة نهاية موجز الثامنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل